السلام عليكم، نكمل الحل. وصلنا السؤال الثاني، معادلة المماس تي للمنحني سي عند النقطة A. A هي نقطة التقاطع بين المستقيم دلتا والمنحني سي للدالة جي. وجدنا إحداثيتها 1 5/4، عفوا 5/4 1، إكس 5/4 و إيغريك 1. معادلة المماس إيغريك تساوي جي فتحة النقطة 5/4 في إكس ناقص 5/4 في معادلة المستقيم الذي يشمل النقطة A زائد G للنقطة 5/4. نحسب G فتحة ل5/4، أي نعوض X ب5/4 في المعادلة G. بالتبسيط نجدها ناقص 64. بالتبسيط والحساب نعوض، قلنا نقطة 5/4 في الدالة جي فتحة، بعدها نحسب الجي ل5/4. أي نعوض النقطة 5/4 إكس ب5/4 في الدالة جي. بالتبسيط نجد جي ل5/4 تساوي 1. إذن معادلة المماس تي إيغريك يساوي قلنا جي فتحة ل5/4، عفوا وجدناها ناقص 64/9، عفوا 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 هذا حساب فقط. إذن زائد جي ل5/4 وجدناها 1. نبسط نجد ومن نجد إيغريك تساوي
ناقص 64 على 9 إكس زائد 89 على 9. بعدها تعيين إحداثيات نقط تقاطع مع محوري الإحداثيات. ألف إحداثيات نقط تقاطع سي مع محور الفواصل، معناه نضع إجريك تساوي الصفر. إجريك تساوي الصفر معناه جيلي إكس تساوي الصفر. جيلي إكس تساوي الصفر نضع البسط يساوي الصفر، معناه إكس يساوي اثنان. ومنه سي يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الإحداثيات اثنان صفر. ب إحداثيات نقط تقاطع سي مع محور التراتيب، معناه نضع إكس يساوي الصفر، أي نحسب جيلي صفر. جيلي صفر ماذا تساوي؟ تساوي 4 على ناقص 1 تساوي ناقص 4. ومنه سي يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الإحداثيات 0 ناقص 4. بعدها نرسم المستقيمات المقاربة والمنحني سي. نبدأ في المستقيمات المقاربة. لدينا إجريك تساوي الواحد مستقيم مقارب، ولدينا إكس يساوي واحد وإكس يساوي ناقص واحد أيضا مستقيمات مقاربة. عند إكس ناقص واحد الدالة تتزايد، وعند إكس تساوي واحد تتناقص الدالة، تنعدم عند بالتقريب عند واحد على اثنان، وتذهب باتجاه إجريك يساوي واحد. وبين المجال ناقص واحد واحد تنعدم عند إجريك يساوي ناقص أربعة، من ناقص ما لا نهاية ناقص أربعة في اتجاه الواحد تذهب إلى زائد ما لا نهاية. هكذا يكون الرسم. ثانيا، لتكن الدالة F معرفة على R ما عدا صفر B،
f لي x تساوي exponential x ناقص 2 كل مربع على exponential x ناقص 1 في exponential x زائد 1. اولا حساب النهايات عند اطراف مجال التعريف وكتابة معادلات المستقيمات المقاربة للمنحني صفتها. عند حساب لا ليميت f لي x لما x تروح للصفر بقيم كبرى، نحسب لا ليميت تاع البسط لا ليميت تاع المقام. لا ليميت تاع exponential x ناقص 2 الكل مربع لما x يروح للصفر بقيم كبرى. تساوي 1 لأنه exponential 1 صفر. exponential 0 1، 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 مربع 1. لا ليميت تاع exponential x ناقص 1 في exponential x زائد 1 لما x تروح بقيم تروح للصفر بقيم كبرى تساوي 0 موجب. ومنها لا ليميت تاع f لـ x لما x تروح للصفر بقيم كبرى تساوي 1 على 0 موجب وتساوي زائد ما لا نهاية. لا ليميت تاع f لـ x لما x تروح للصفر بقيم صغرى، لا ليميت تاع البسط، لا ليميت تاع المقام. لا ليميت تاع exponential x ناقص 1 الكل مربع لما x يروح للصفر بقيم صغرى تساوي أيضا 1. لا ليميت تاع exponential x ناقص 1 في exponential x زائد 1 لما x تروح للصفر بقيم صغرى تساوي 0 سالب. معناه لا ليميت تاع f لـ x لما x تروح للصفر بقيم صغرى تساوي 1 على 0 سالب وتساوي ناقص ما لا نهاية. ومنه x يساوي 0 معادلة للمستقيم المقارب الموازي لحامل محور التراتيب. ب إثبات أنه من أجل x تنتمي ل R ما عدا صفر f لـ f فتحة لـ x تساوي exponential x في g فتحة لـ exponential x. لدينا g لـ x هي x ناقص 2 الكل مربع على x مربع ناقص 1، و f لـ x هي exponential x ناقص 2 الكل مربع في exponential x في exponential x مربع ناقص 1. هي في exponential x ناقص 1 في exponential x زائد 1. عند النشر هذا نجد exponential x مربع ناقص 1 مربع. اذا f لي x تساوي g لي exponential x. لأنه فعلا نلاحظ أن في بلاس x كان exponential x، معناته f لي x تساوي g لي exponential x. ومنه f فتحة لي x هي exponential x في g فتحة لي exponential x. نعوض، f فتحة لي x هي exponential x في g فتحة ماذا وجدناها؟ وجدناها x ناقص 2 في ربعة x ناقص 2. إذن في بلاس x نحطو exponential x. إشارة f فتحة لـ x من إشارة exponential x ناقص 2 في ربع exponential x ناقص 2، لأن إشارة exponential 2 x ناقص 1 الكل مربع موجبة دوما.
لدراسة إشارة إكسبونونسيال إكس ناقص 2 في ربع إكسبونونسيال إكس ناقص 2 نضع هذه المعادلة تساوي الصفر. إكسبونونسيال إكس ناقص 2 تساوي الصفر، أو 4 إكسبونونسيال إكس ناقص 2 تساوي الصفر. إكسبونونسيال إكس ناقص 2 تساوي الصفر، معناته إكسبونونسيال إكس تساوي 2، معناته إكس تساوي ألان 2. أربعة إكسبونونسيال إكس ناقص 2 تساوي الصفر، معناته أربعة إكسبونونسيال إكس تساوي 2، معناته إكس يساوي 2، معناته إكسبونونسيال إكس يساوي 2 على 4، معناته إكس يساوي ألان 1 على 2. جدول الإشارة. نضع النقاط التي تنعدم عندها الدالة، ألان 1 على 2، 0، ألان 2. هنا غير معرفة الدالة، هنا تنعدم عندها. إذا نطبق قاعدة عكس نفس، عكس أ نفس أ، عكس أ أ موجبة، إذا عكسها مسالب، نفس أ موجبة. ومن F متزايدة تماما على المجال، من ناقص ما لا نهاية الآلان 1 على 2 اتحاد آلان على 2 زايد ما لا نهاية. وF متناقصة تماما على المجال، آلان 1 على 2 صفر، اتحاد صفر آلان على 2. جدول التغيرات. عفوا، ألان 1 على 2 صفر، ألان 2. موجبة سالبة سالبة موجب، إذن تزايدة تناقصة متناقصة متزايد. لا ليميت عن ناقص ما لا نهاية وجدناها ناقص 4. F لآلان 1 على 2 نجدها ناقص 3. لا ليميت عند الصفر بقيم صغرى نجده ناقص ما لا نهاية.
وبقيم كبرى وجدناها زائد ما لا نهاية. اف لآلان اثنين نجدها صفر. لاليميت عند زائد ما لا نهاية وجدناها واحد. جيم حساب اف لي اكس زائد اف لي ناقص اكس والتفسير الهندسي للنتيجة. اف لي اكس هي اكسبونونسيال اكس ناقص 2 الكل مربع على اكسبونونسيال اكس ناقص 1 في اكسبونونسيال اكس زائد 1. ننشر نجد f لي ناقص x معناته أين نجد x؟ نضع ناقص x، لكن نضع طريقة لكي نتحصل عليها سهلة لكي نجد تفسير الهندسي. الطريقة هي أن نضرب في إكسبونونسيال 2x ونقسم على إكسبونونسيال 2x. نبسط بعدها نضرب في ناقص واحد على ناقص واحد. وفي الأخير نجد f لناقص x تساوي ناقص واحد. زائد 4 exponential x ناقص 4 exponential 2x على exponential 2x ناقص واحد. نجمع f لي x زائد f لي ناقص x. f لي x ماذا وجدناها؟ هي exponential 2x ناقص 4 exponential x زائد 4 على exponential 2x ناقص 1. f لي ناقص x وجدناها ناقص 1 زائد 4 exponential x ناقص 4 exponential 2x على إكسبونونسيال 2x ناقص 1.
ضربنا في اكسبوننسيال اكس في اف لي ناقص اكس، ضربنا في اكسبوننسيال 2 اكس وقسمنا على اكسبوننسيال 2 اكس لنجد المقام واحد فقط. نبسط مجموع f لي x زائد f لي ناقص x نجد وجدنا f لي x زائد f لي ناقص x تساوي ناقص 3. إذا التفسير الهندسي، نستنتج أن النقطة ذات الإحداثيات 0 ناقص 3 هي مركز تناظر للمنحني سي فتحة. نقوم بالرسم، نرسم مستقيمات المقاربة. لدينا y تساوي 1، و y تساوي ناقص 4. عند زائد ما لا نهاية نكمل في فيديو آخر.